خلوها نزب. عندي بس خبر داخلي، انا عارف ان الوقت عندنا بيداهمنا، لكن عندي خبر متعلق بأذون الخزانة المصرية للأفراد. ايه الموضوع وببساطة؟ خلونا ناخد الأستاذة رانيا يعقوب، وهي يعني بأسلوبها البسيط تستطيع ان تحلل لنا هذا الخبر. أستاذة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا بسيادتك استاذ خالد. أذون الخزانة المصرية يعني إيه ببساطة؟ وفي نفس الوقت إيه الجديد بقى إنه المواطن المصري يستطيع إن هو يتداولها؟ طيب، أذون الخزانة والسندات الحكومية هي الأوراق المالية اللي بتصدرها الحكومة للاقتراض، ودايما كان بيبقى فيه اللي بيقترض هما المؤسسات وزي البنوك اللي بنسميهم المتعاملين الرئيسيين. لما كان أفراد يحبوا يروحوا ياخدوا أذون الخزانة أو يشتروا أذون الخزانة، وليه بنشتري أذون الخزانة؟ لأنها دلوقتي بتوفر عائد مرتفع، وفي نفس الوقت المدد بتاعتها ممكن تبقى مناسبة لناس كتيرة جدا. يعني في عندنا أذون خزانة 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، 12 شهر. فبالتالي الأفراد زمان لما كانوا بيروحوا يحبوا يشتروا أذون الخزانة كانوا بيروحوا عن طريق البنوك الحكومية أو البنوك اللي بيتعاملوا معاها ويطلبوا إن هم يشتروا أذون الخزانة، ومش كل الأفراد كانوا بيعرفوا هذه الآليات. يعني أنا النهاردة مش عايز أربط وديعة ب30 ولا ب27% أو أيا كان الرقم اللي موجودة، لأني محتاج سيولة، بس في نفس الوقت أنا ممكن أكون محتاج سيولة على المدى القصير وعايز أعلى عائد. النهاردة أقدر أستثمر في الأذون مثلا لمدة 3 شهور. فالأفراد النهاردة تسهيلا لفكرة ان الافراد والمواطن المصري يقدر ان هو يشتري هذه الاذون ويستفيد من هذه الالية المهمة جدا جدا جدا، هتتم عن طريق التداول في البورصة، ويقدر المستثمر عن طريق شركات السمسرة اللي عندها الترخيص الخاص بتداول السندات والاذون، وده بيبقى ترخيص بيؤخذ. طيب عظيم، خلينا نسأل بقى في الناحية الاستثمارية بشكل بسيط. اولا هي مضمونة 100%، لانه ده مفيش ضمانة اعلى من كده. دايما بتصدر بقيمة قد ايه وبأي عملة؟ وحضرتك قلت المدد ممكن تبقى 3 شهور او اكثر، والعائد بتاعها كام؟ في الحقيقة هو العائد دلوقتي هو عائد مرتفع، اعلى عائد وصلنا له هو 27.75%. كم؟ سنة 27.75% بآخر عطاء للبنك المركزي على الأذون الخزانة. في 3 شهور؟ لا، ده في السنة. في السنة فلما بنشتري 3 شهور بياخد العائد بتاعها بتاع 3 شهور. تمام. الفكره العامه ان هي تعتبر زي ما حضرتك قلت، تعتبر آليه مهمه جدا، لانها مضمونه 100% بتصدرها الدوله، والدوله هي المسؤوله عن سداد قيمه الاذن في ميعاد استحقاقه. فبالتالي تعتبر فكره ان المواطن المصري النهارده في ظل ان احنا بنرفع وعي الاستثمار. مفهوم. القيمة بقى والعملة؟ العملة بالجنيه المصري. بالجنيه المصري، تمام، بالضبط كده. وده خليني اقول لحضرتك ان النهاردة اي مواطن يقدر يروح يفتح حساب في شركة سمسرة ويعمل كود ويبتدي ان هو، بس الكلام ده لسه قدامه 3 4 شهور عشان نقدر نشتري هذه الاذون من على شاشة التداول. مفهوم، بس انا بتكلم انه فكره شراء الاذون دي من قبل كان موجودا، يعني بالضبط موجوده عن طريق البنوك، يقدر المواطن يروح عن طريق البنوك، ولكن مش كل المواطنين كان عندهم المعلومات دي. صحيح. وعندهم الفكره دي. صحيح. طيب لو قارنا بقى السندات بالشهادات، انا شايف 27.75% ده رقم عالي قوي، يعني هتبقى منافس حقيقي للشهادات. خليني اقول لحضرتك هي الميزه الوحيده اللي هتبقى في الاذون بالنسبه للمواطنين، زي ما ذكرت لحضرتك النهارده المواطن اللي مش محتاج سيوله على مدى سنه يقدر يربط باعلى شهاده اللي هي الودائع اللي موجوده دلوقتي، الشهادات البنكيه اللي موجوده. ولكن لو احتاج سيوله مثلا بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، لو حب يكسر الوديعه هيخسر هيبقى عنده غرامه او الفايده. لكن النهارده الاذون علشان عندها مدد مختلفه، فبتمثل فرصة جيدة جدا للمواطنين ان هم يقدروا ان هم بعد 3 شهور اقدر احصل على اموالي وفايدة هذه الاموال، وبتبقى الفايدة معلنة ومعروفة، وبتبقى العطاءات دي بصورة دورية بيتم الاعلان عنها. طب هل يمكن الاقتراض بضمانها؟ في اكيد طبعا ممكن الاقتراض، لانها اوراق مالية منخفضة المخاطر وتقييمها معروف، و
كتير من البنوك ممكن تقرض بضمان الأذون والسندات الحكومية. تمام أستاذة رانيا، هنتابع مع حضرتك في آليات التنفيذ ولازم نعمل حلقة عن هذا الموضوع، وبشكرك شكرا جزيلا أستاذة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية.